في الفيديو ده انا هتكلم عن المدن اللي هتصدر شيك تحفيزي رابع للمواطنين بتوعها، يعني في برامج الولايات عاملاها وكمان المدن عاملين برامج يطلعوها للمواطنين بتوع المدينة. فانت لما تحب تسأل ممكن تبص على الولاية بتاعتك وبعدين تبص على المدينة بتاعتك وممكن تبص كمان على المقاطعة الكاونتي بتاعتك. كل جهة من دول لما بيجي لها ضرائب بتبقى عايزه تطلع الفائض بتاع الضرايب ده للمواطنين بتوعها. فانت لو ما بتبحثش وبتقرا كتير اشترك في القناه. القناه دي اللي انا بعمله ان انا بقعد ابحث واجمع الاخبار المهمه اللي تهمك وتهم اسرتك واحطها لك بطريقه سهله وبسيطه وموثقه. موثقه عشان ما حدش يقول لي بتجيبي بتالفي. بتشوفوها قدامكم فتقدر ان انت تبقى عارف ايه اللي طالع، اتوقع ايه، ادور فين، وهكذا. سبسكرايب في القناه، شير الفيديوهات، يلا دوس لايك ويلا بينا نتكلم عليه. بس في ناس كانت بتقول لي رانيا انت بدأت تنزلي فيديوهين في اليوم. لا يا جماعه، انا بنزل فيديو واحد يوميا الساعه 2 الظهر بتوقيت كاليفورنيا او الباسيفيك، والساعه 5 مساء هيبقى بتوقيت ايسترن. لكن معرفش حصل حاجه في السيتنجز بتاعه القناه الاقي فيه 2 فيديو نزلوا في نفس اليوم. انا ببقى عامله سكادجولينج للفيديوهات، يعني في فيديوهات هتنزل بكره وبعده انا عامله لها سكادجول، وبعدين الاقي في 2 فيديو نزلوا مره واحده. فانا عايزه هبص على السيتنج بتاعه القناه واشوف، عشان انا عايزه تنزل بس فيديو واحد في اليوم، وبعد كده ان شاء الله هقللهم لثلاث فيديوهات في الاسبوع. انا بس عشان الفتره دي احداث كتيره وشيكات عماله تطلع وكده، مش عايزه حد يفوته الكلام ده، لان الفتره دي اللي هي الفتره قبل الانتخابات قبل 8 نوفمبر كله بقى عايز ينزل ويغرق المواطنين فلوس وحاجات كده، وفي ولايات لازم تقدم ابلكيشن لازم تعمل، فمش عايزه ده يفوتكم. عشان كده بنزل فيديوهات كتير وبعد كده نبتدي ايه نقلل الموضوع شويه بشويه. طبعا في ناس بتسالني يعني طب جابوا الفلوس دي منين لما الفلوس هي موجوده؟ هي الفلوس دي جت من الضرايب، عوائد الضرايب. حضرتك دفعت ضرايب ولقيت الولايات ولا المدن ان في عندهم فائض في الضرايب، جالهم ضرايب كتيره جدا. طب جت الضرايب دي منين؟ ما احنا كل سنه بندفع. انا يعني ده تحليلي انا شخصيا، ان ايام البانديميك احنا كنا قاعدين في البيت. المفروض اي ولايه بتاخد الضرايب بتاعتك دي عشان تصرفها على الطرق، على الكباري، على المواصلات العامه، الجناين، الخدمات العامه دي بتاعت المواطنين. فلما قعدنا في البيت فتره طويله ما فيش بقى استهلاك، وبالتالي في حاجات كتير قوي وقفوا انهم يعملوها، الصيانه الدوريه، الحاجات دي كلها قلت، فبالتالي الفلوس كانت بتدفع على الحاجات دي بقى فيها فائض. ده تحليلي انا شخصيا. عشان كده في قوانين كتيرة بتقول لو في فائض في الضرايب جه للمدينة أو للولاية لازم ترجعها للمواطنين بتوعها، مش فائض بقى نحطه في الخزنة والناس، لا لازم ضرايب ترجع تاني. ده معناها إن إيه الناس تاخدها، يعني الضرايب دي معمولة لخدمتهم مش عشان إيه نعذبهم بيها. تعالوا بقى نتكلم عن المدن، نقرا كده مع بعض أهو علشان إيه نبقى مع بعض متابعين إيه هي المدن اللي طلعت شيكات مسمينها شيك تحفيزي رابع، المدن اللي طلعت شيك تحفيزي رابع للناس. اول حاجه ولايه شيكاغو قالت انها هتطلع للناس ذوي الدخل المحدود عندهم في مدينه في المدينه بتاعت شيكاغو، يعني هيطلعوا $500 ل 5000 شخص كل شهر لغايه نهايه 2022. بس كاتبين ات راندم، يعني هيعملوا زي لوتري كده يسحبوا اسامي، يعني الكمبيوتر هو اللي بيطلع ويقول لك فلان هياخد $1000 كل شهر، في 5000 واحد هياخد الكلام ده، بيسموها ستيميلس لوتري. فانت لازم تتابع مع المدينه بتاعتك. مدينه لوس انجلوس قالوا انهم هيدوا برضو للناس محدود الدخل لمده سنه كامله، مسمينا البرنامج بيج ليب، فممكن تدخل على المدينه وتسال. هيدوا 3200 واحد $1000 شهريا لمده سنه. برضه تدخل على البرنامج بتاع بيج ليب لو انت من سكان لوس انجلوس وتسأل. مدينه بيتسبرغ قالوا انهم عاملين برنامج اسمه اشورد كاش اكسبيرمنت، وده بيدي 200 شخص من ذوي المحدود الدخل المحدود $500 كل شهر لمده سنتين. البرنامج ده هيكلف الدوله 2.5 مليون دولار، وطبعا هيتوزع في المناطق الزيب كودز اللي فيها ايه اللي هي المستوى الدخل فيها قليل. مدينة سانتا أنا في كاليفورنيا قالوا إنهم بما إنهم يعني قريبين من لوس أنجلوس، فقالوا إحنا كمان هنعمل البرنامج بتاعنا وهنسميه ريفايف سانتا أنا ريزيدنت ستيمولس بروجرام، إحياء سكان سانتا أنا. هيدوا للناس 300 دولار،
هيدوها لك على الديبت كارد، يعني بريبيد ديبت كارد عليه 300 دولار، وهيوزعوها ل 20 ألف مواطن دور تو دور، يعني اللي هيخبط على الباب ويدي لك الديبت كارد ده. خطورة الموضوع ده انت ممكن تفتح الباب لناس غريبة، انا ما بحبش الطريقة دي، يبعتوها في الميل، لكن في 20 ألف واحد من سكان سانتا أنا ممكن يجي لهم البريبيد كارد. مدينة سياتل واشنطن ستيت قالوا عندهم بقى ايه يعني كرم حاتمي يعني، فهيدوا السياتل ريليف فاند بتاعهم 16 مليون دولار حاطينهم في البرنامج ده، هيدوا بقى قد ايه المواطنين من 1000 ل 3000 دولار، ليه؟ محدودي الدخل عندهم، فقال يعني اتنقلوا اعذروا عضو في سياتل الفتره الجايه دي. هل في شيكات تحفيز اخرى هتطلع من الحكومه الفيدراليه زي ما طلع لنا الثلاثه الاولانيين؟ لا مش هيجي لغايه دلوقتي، لسه في صناع القوانين وكده عمالين بيحاولوا انهم يشتغلوا مع الحكومه الامريكيه انها تطلع للناس شيك تحفيز رابع، ولكن لغايه دلوقتي ما فيش اي حاجه، لسه الناس بتفكر يمكن يطلعوا، مين عارف جايز. الحاجه المفروض انهم يطلعوها هي التشايلد تاكس كريدت، اللي هي عوائد الضريبه الخاصه بالاطفال دي، اللي احنا منتظرين بقى انهم يعدوا القانون بتاعها عشان يرجع للناس كاش في ايديها. هم بيقولوا هندي للناس كاش في البرنامج ده، فكده ايه خلاص. فده كل الايه الاخبار دلوقتي عن هذه المدن. لو طلعت لي مدن تانية بتدي للناس اي يعني مساعدات انا هقول لكم عليها، بس انت ادخل على المدينه بتاعتك شوف المساعدات اللي المدينه بتديها للجروسري، للبيلز، للغاز، للانرجي، الحاجات دي كلها موجوده. طبعا امريكا فيها ملايين المدن، فانا مش هقدر اجمعهم، لكن انت تقدر تدور في المدينه بتاعتك على الويب سايت او مكالمه تليفون تفهم ايه البرامج المتاحه. اتمنى الفيديو ده يكون فادك باي معلومه، ولو كان يبقى سبسكرايب، شير الفيديو، لايك، وحط لي كومنت تحت. كان معاكم رانيا سلطان، ودي حكايات من الولايات.